بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أخوة الكرام في درس جديد على قناة فن تربية الطيور. الدرس سيتكلم اليوم عن الفاش بجميع أنواعه: فاش الرئوي، فاش القفص، فاش العش، فاش الريش. هاي الأربع أنواع معروفة بشكل عام عند المربين جميعا. طبعا اليوم هذا الدرس سيكون عام وشامل. بتمنى منكم أخوة الكرام متابعة الفيديو للأخير، متابعة الفيديو الأخير بالدرجة الأولى، وإذا كنت متابع لهذه القناة الاشتراك في القناة وضغط على زر لايك حتى نستمر. وببص كثير من التعليقات اللي عم تشوفها منكم، وأيضا بتمنى من أخواتي الكرام مشاهدة هذا الفيديو حتى تعمل فائدة على الجميع. على بركة الله راح نبلش، وأول شيء راح نحكي في البداية عن الآفة أو هذا المخلوق الذي يضر الإنتاج ويضر الطائر في الدرجة الأولى. الفاش او القمل او اللهم صل على سيدنا محمد، حشره الجسد عند الطيور. هي حشره صغيره لا ترى الا بالمجهر بعض الاحيان، ونتكلم عن الفاش الرئوي، وبعض الاحيان الفاش الاحمر او الذي يكون ظاهر على شكل حبات صغيره لونها احمر تظهر فيها العش على الطائر. هذا اذا كان في الاقفاص او في العش. طبعا اخوتي الكرام، هذا الفاش أنثى واحدة من الفاش متكفلة لبيض ما يفوق من 600 إلى 1000 بيضة. فتخيل يا رعاك الله كم من كم تعطي من هذا الفاش داخل القفص إذا استمرت بوجودها داخل القفص. فيجب علينا محاربتها بشكل قطعي. طبعا أخوة الكرام، كثير عالم شفتها عم تحكي عن مادة الأفرماكتين وتقديمها للطيور. مادة الأفرماكتين أخوة الكرام هي مادة ضارة لا تقدم للطيور، ورح أحكيكم على الأسباب بالتدريج. أول سبب أخوة الكرام، هل تعلم أن الفاش أو مادة الأفرماكتين عندما تضعها على عرق الطائر الموجود عند الرقبة سوف تقوم هذه المادة بالدخول إلى دم الطائر، ومن ثم الجريان داخل دم الطائر، ومن ثم يقوم الفاش بسحب دم الطائر، لأن الفاش يتغذى على دم الطائر الموجود داخل الطائر، ومن ثم يقوم على سحب هذه المادة وموت الفاش. تمام، ولكن يبقى السم داخل جسد الطائر، يبقى السم داخل جسد الطائر بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية يؤخر الجهوزية، وبالدرجة الثالثة يبقى الريش الذي وضعت عليه مادة الأفرماكتين في حالة الهرب الدائم، يعني ما بيطلع الريش مرة أخرى إلا لمرحلة تغيير الريش الجديد. طبعا هاي الضرر الكبير تبعه. في عنده أضرار كثيرة بسبب مادة بسبب الاختلاج والصلع عند الطيور والصرع عند الطيور، وأنا ما بستخدمه للطيور. طبعا نحن كنا نستخدمه قبل للأغنام والأبقار بمقدار قليل، وكان يعطى في الجلد عن طريق الأبر، ولكن لا نستطيع المقارنة بين طائر الكناري أو الباجي أو الكوكتيل أو جميع أنواع الطيور بحيوان وزنه يبلغ الطن في بعض الأحيان. ننتقل للقسم الثاني أخوة الكرام، الوقاية. الوقاية تتمثل بشيء واحد، هو النظافة. النظافة ثم النظافة ثم النظافة. طيب أخي أبو نصر، أنت عم تحكي عن النظافة، ولكن عندنا إناث لما نقوم إحنا بتنظيفها للقفص و بتكون حاضنة البيض أو الفراخ تجر العش، شو لازم نتصرف؟ تمام، أنا معكم وعندي نفس الحالة. هلأ بنحكي عن هاي الأنثى. هاي الأنثى أخوة الكرام، هاي الأنثى أخوة الكرام حاضنة البيض. هلأ اليوم فقس أول فرخ، فقس اليوم عنده أول فرخ بفضل الله. طبعا راح فرجيكم إياه عن قرب. فقس اليوم عنده أول فرخ من شي ساعة، مثل ما أبو شايفين ما حطيت له اللبادي خالص لأنه الجو عندي شوي شوق، ما اضطريت أحط له اللبادي، أعطيته مواد التعشيش. طبعاً مثل ما أبو لاحظين أرضية القفص، أرضية القفص متسخة كتير، ولكن لاحظوا على شغلة وحدة بأرضية القفص: تراب وأيضاً الحلبة. تراب والحلبة، هاي المادتين أخوة الكرام داخل أرضية القفص، تأكد 100% أنه لن يتواجد لديك الفاش. ليش؟ التراب بشكل عام هو معقم، هو معقم لجميع انواع لجميع انواع الجروح. حتى لما تكون واحد مجروح بقول له حط على ايدك تراب، حط على ايدك تراب ليوقف الجرح من الدم، لانه يعتبر معقم والتراب ظاهر. يعني بدك تدور على نوع من انواع التراب يكون محل نظيف وتجيبه لفحص. تراب والحلبي، الحلبي هي طارد رائحتها كريهه، طارد لهذه الناس. تمام. الأمر الآخر أخوة الكرام، التراب يقوم على عملية سحب المواد السائلة داخل البراز تبع الطير.
فيمنع الرطوبة، والرطوبة هي السبب الرئيسي لاحتواء الفاش داخل القفص. تمام؟ هاي خلصنا موضوع أرضية القفص، كيف نحن ننهي وجود الفاش. هلا ما نجي للقفص، للعش. هاي الأنثى تحتها بيض وتحتها فراش، هاي الأنثى عم تلب. هلا بعد السلف حطيت لها مواد تعشيش، هاي مواد التعشيش تبعها. كيف أنا لازم أحط لها مواد التعشيش للبادي والخيطان والعش حتى؟ رح نجي لهون على طريقة التحضير. منجيب مي، منجيب خل التفاح الطبيعي، منحط خل التفاح بمقدار بسيط مثل ما شفتوا، خل بدل المي. مواد التعشيش هاي هي خيطان اللبادي، منحطه داخل الماء المنقوع بالخل، وايضا اللبادي بنحطها على برض العش. انا ما بجيب لبادات من الخارج، انا بفصلها عايدة. هاي اللبادي بحطها هون، وبكون كذلك الامر اخواتي الكرام بعد ما حطيت مواد التعشيش واللبادي بوضع مقدار من الحلبة مثل ما انتم شايفين. حطينا حلبة هاي الاخوات الكرام، هالطريقة هاي انا لازم اتركهم لمدة 48 ساعة. مدة 48 ساعة، بعد 48 ساعة اخوات الكرام بقوم على عملية التجفيف. بعد ما حطينا هاي المادة هيك بقوم على عملية تجفيف لمدة 24 لتأكد انه ما ضل فيه الرطوبة خالص. تمام؟ هاي اول نقطة انا حطيت لهم هاي المواد. تأكد اخي الكريم وانا على شرط وعلى رحم مع كل من يشاهد هذا الفيديو انه اذا قام بهذه العملية لن يرى الفاش داخل العش، لن يراه على الاطلاق. 48 ساعة من الشفي بعد منا موضع قلب العش، وبنعطيه مواد التعشيش الخيطان لتلم فيها العش مثل ما انتم شايفين. انا بتنعمل تمام؟ هلا هاي الشفت قمت اعطاها اياها، هلا بشف العش. انا عندي ايام خليت هاي الشفت بمرتين قلب العش نفسه ما بشوف الفاش. تمام اخوتي الكرام؟ بعد ما اقوم انا بهالعملية هاي بقوم بالشغلة الاخرى، هي مادة السائل الجلي الموجود عندك بالمنزل، بتقوم بدهنها بارضية القفص، بارضية العش عفوا، باللبادي، بارضية العش من تحت، بتدهنه من هذا السائل بشيء بسيط جدا بحيث يعطي رائحة كريهة ايضا لحتى ما يتشكل الفاش داخل العش. وانا براهنك انت اخي المربي واخي المشاهد لهذه القناة اذا بصير عندك فاش بالايام القادمة. هلا بننتقل للدرس للامر الاخر، هو الفاش الموجود داخل الطير، فاش الطير، الفاش الاحمر. كيف نحن ما نتخلص منه؟ لما انت تحقق الشروط اللي حكيت عنها انا ما رح يصير عندك فاش على الاطلاق. هاي اول شيء الوقايه. ثاني امر بتقدم له الحمام البانيو. الحمام اخي الكريم بيعتمد على الماء اللي هلا انا خلطته قدامك، الحلبي وخل التفاح الطبيعي، الحلبي وخل التفاح الطبيعي، بتقوم بوضعه داخل البانيو وبتقدمه لطيرك تتحمم فيه، وتأكد اخي الكريم ما رح يصير عندك فاش. ما رح تنوجد هذه الآفة داخل قفصك على الإطلاق. الأمر الآخر أخي الكريم هو التشميس. بدك يكون غرفتك يدخلها ضوء الشمس، ما يكون فيها نسبة رطوبة كبيرة. هذا الأمر أخي الكريم كذلك أمر بينقي من عندك الفاش بنسبة 90%. هلأ الأمر الآخر هو الفاش الرئوي. كيف يحصل الفاش الرئوي؟ عندما تلغي جميع أسباب وجود الفاش داخل القفص لن يصبح لديك الفاش الرئوي. الفاش الرئوي هو المرحلة المتأخرة من الفاش تبع الطير. هذا الفاش اخي الكريم بيدخل عن طريق الانف الى المجرى التنفسي ويعشش داخل المجرى التنفسي، وعندما يقوم الطائر بعمليه النوم يقوم هذا الطفيلي بالخروج من انف الطائر والتغذي على الخارج من الخارج على شرايينه وامتصاص الماء. طيب اخي ابو النصر، والله انا ما انتبهت للموضوع هذا وصار عندي فاش كميه كبيره، كيف بدي اتخلص منه؟ تمام، كيف اتخلص منه اخي الكريم؟ اول شغله اخي الكريم لتتخلص من الفاش بشكل جذري يجب عليك اخي الكريم بسحب الاقفاص جميعها، حتى القفص اللي ما موجود فيه فاش بدك تسحبه. سحبنا الاقفاص بتشيل طيورك كلها، حتى لو كان عندها بيض او كان عندها فراخ او اي شيء كان يكون عندها، مضطر انك تعمل الطريقه هاي، تشيل طيورك كلها من الاقفاص واحد وتحطها بقفص كبير. تحطها بقفص كبير وتبدا عليها بعمليه تصفيتها من الفاش. هاي اول درجه بدك تقوم فيها اخي الكريم. تمام، هاي اذا ما كان عندنا موجود بيض وفراخ. ما كان موجود عندنا البيض والفراخ، قمنا بسحب الاقفاص، نزلنا الطيور، قمنا بوضع القفص كبير، بلشنا نعطيه بانيو وحمام استحمام تشميس لحتى يطلع منها الفاش يهرب. بعدين شو لازم نسوي؟ بعدين لازم نعقم الاقفاص القديمه ونعقم الحيط الخارجي، الحيط المحطوط عليه القفص، كذلك امر بتعقم ماده الكلور وايضا تغسله بشكل جيد لحتى الفاش يطلع منه، وتستمر هاي العمليه لمده 3 ايام قبل ما ترجع القفص لمحله. تمام، إذا كان القفص موجود فيه بيض، شو لازم تسوي؟ إذا موجود فيه بيض، أول شغلة إذا موجود فيه بيض بدك تشيل العش الموجود فيه البيض، وتنظفه بشكل جيد وترجع البيض محله، تمام؟ الفراخ أو بيض،
بتنظفه بشكل جيد، بترجع الفراخ لمحله وترجع البيض لمحله، وبتقوم على العملية نفسها، الخيطان ولا البالي بتقوم بنقعه مثل ما نقعته أنا، تمام؟ لمدة 48 ساعة، ومن ثم التجفيف لمدة 24 ساعة، ومن ثم عمل الخيطان وعمل العش الجديد بهاي المواد، تمام؟ بعدين تطحن الحل بطحن كامل وتضع بأرضية العش، وبتقوم بإرجاع الفراخ إلى العش أو البيض إلى العش، ومن ثم آخر كريم بتنظف القفص بشكل كامل، طبعا تسحب الجوز، بتنظف القفص بشكل كامل، الأرضية تحط تراب الفلبة، تغسله بكلور، بتنظفه بشكل جيد، بتنظف خلف القفص بشكل جيد، ومن ثم أرجع القفص إلى مكانه، وأرجع العش إلى مكانه، وأرجع الزوج نفسه إلى نفس المكان لحتى الأنثى تقوم بعملية حفظ البيض. الأنثى ترجع لحفظ البيض بإذن الله، والفراخ رح ترجع تزقهم باذن الله، ولكن اذا كان في فراخ بكون عمليه الزق افضل من يكون عندنا بيضه في بعض الناس رح تزقهم. طبعا اخوتي الكرام، هلا بننتقل لعلاج الفاشل الرئوي. علاج الفاشل الرئوي اخوتي الكرام، الفاشل الرئوي في مرحله الجهوزيه، اذا اعطينا احنا ماده افلوماكتين الطير بهاي المرحله اخوتي الكرام رح يفقد الجهوزيه تبعه، اذا كان ذكور رح توقف عن عمليه الانتاج، واذا كان اناث رح توقف عن عمليه البيض. كيف لازم نسويها؟ في هاي المرحلة يا اخوتي الكرام بنقدم له منقوع الزنجبيل والعسل اللي حكيت عنه بدرس المنقوع المعجزي لعلاج الامراض التنفسيه. الامر الاخر هو فاش الريش، فاش الريش بنشوف نحن الطيور اكثر شيء بنلاحظها عند الطيور البعجي انه الريش ما بيطلع، الريش ما بيطلع، هاي اسمها سوسة الريش او فاش الريش، بيكون عايش على بصيلة الريشي، كل ما بتطلع بتموت، فنحن لازم اخوتي الكرام نعالجه بالطريقة التالية، هي استحمام الطائر بشكل يومي بماء الحلي. ماء الحلي يجب ان يكون منقوعه مركز وعالي، بالاضافه الى وضع داخل منقوع الحلي الثوم. الثوم داخل منقوع الحلي نقوم بفحص الثوم داخل الماء لحتى الماء يصير ريحته كريهه، وهذا الفاش لما يشم الريحه او لحتى يعشق داخل الجسم هاي الماده يطلع منه الفاش بشكل سلس. بهذا الفيديو اخوتي الكرام اتمنى يكونكم استفدتوا. هاي أول درجة أولى، وبالدرجة الثانية اللي حضر الفيديو الأخير حط لي تحت بالتعليقات حضر الفيديو الأخير، وبالدرجة الثالثة بتمنى منك أخي الكريم متابع هذه القناة لأول مرة الاشتراك في القناة، وأيضا مشاركة هذا الفيديو حتى تعمل فائدة على الجميع، وأيضا وأذكر بها التعليق المناسب لهذه القناة والضغط على زر اللايك حتى نستمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد دياب أبو النصر.